بسرعة شوي شباب، وصلوا لي المونيتور، الشرايين مسكرة، بسرعة بسرعة. المريضة اسمها جولييت، عندها دوخة مفاجئة مع آلام بالرأس. طيب الحادثة صارت من 45 دقيقة، النبض غير منتظم وحالتها خطيرة. شو بها دكتور؟ على العناية. يلا يلا قرايب المريضة لبرا. شو بها مرتي دكتور؟ قلي شو صاير فهمني الله يخليك. خليكم برا لو سمحتوا. تعا ابني. عود. حالتها خطيرة، خلي الاتروبين على اثنين وكل ثلاث دقايق اعطيها ادرينالين. يا مان استنى ابني. طه عود هلا نطمن. خلص يا روح قلبي لا تبكي لا تبكي. خلص حبيبي لا تبكي لا تبكي، هلا بتجي ماما. لك شو صار لك يا ابني؟ ليش عم تبكي كل هالقد؟ ليكون جوعان ماما، اكيد جولييت جايبت له اكلات. طيب قومي شوفيه. ايه يلا. دكتور نزل لل 45 والمريضة ما عم تجاوب. عملوا له صدمة. ما فيها شيء، بتكون بس مرهقة شوي. خليها الليلة هون، حتى لو قال الدكتور ما فيها شيء فيكن تخرجوها. ما بنعرف شو بيصير. بكره لازم اعمل لها فحص شامل مشان اطمن اكثر. سجلي وقت الوفاة. مع الأسف الباقية بحياتكم. عشرين سنة جولييت، عشرين سنة وأنا منتظرك، بس مشان كم شهر. طيب ليش هيك؟ تركتيني أنا وابنك، هلأ شو رح نعمل أنا وياه؟ شو رح نعمل بدونك جولييت؟ ليدي شو؟